السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما انتم شايفين هني هاي صفحة البادلت، ممكن انزل الملف اللي احتاج الى قراءته. بعدين طبعا الداونلود من هني، اوكي اضغط على هني داونلود وانزل الملف، واقدر احتفظ به واقدر اقراه من على الشاشة الدايركت. هني قريته خلاص، بعدين مجرد او افتح في صفحة جديدة هم اقدر، بعدين اقدر اجاوب مباشرة، بس لازم اكتب اسم الطالب. اوكي جاسم محمد، اوكي وصف ثالث مثلا اول. بعدين هل ابغي اكتب الاجابات دايركت؟ اقدر اكتبها دايركت هني مثلا رقم 1 ونمبر 1، بالذات ان عندي اختيارات. الاختيار الاول مثلا A، الاختيار الثاني B، اوكي الثالث مثلا C، اوكي بالرابع مثلا دي، وهكذا. هذا بالنسبة إذا أبغي دايركت أكتب الإجابة. أوكي إذا بخلي الطالب يقرأ وأم بصور أم برفع إجابته، ممكن إن خليته يجاوب مثلا في ورقة أو في نفس الورقة هي، خليته يجاوب أقدر، وبعدين أرد أرفع الورقة بهالطريقة. أختار الملف، اوكي انا اخترت الملف اللي جاوب فيه الطالب، راح يترفع لي بكل سهولة. جاوب في دفتر بعد اقدر اخليه يرفع وش اسمه، اوكي اقدر اخليه يرفع في مثلا جاوب في دفتر بعد اقدر اخليه يرفع. في شغلة بعد مهمة، ان انا اقدر اخلي الطالب اوكي يسجل صوته هني، يقدر يسجل صوته، فيقدر إذا سجل صوته وهو يقرأ جدا ممتاز، يكون في له تدريب على القراءة وهذا المطلوب. الشغلة الثانية ممكن نقدر نسجل حتى الفيديو، نقدر حتى نسجل فيديو للطالب وهو يقرأ. أوكي طبعا بعد أهم يقدر يرسم الأمور هاي، يعني إذا احتاج إلى إنه يبي يأشر وكذي يقدر بعد. أوكي هذه الخاصية موجودة لو بيكتب فري هاند رايتنج، بالذات إذا عنده شو اسمه كتابة وتلفون، ممكن مثلا أكتب A 2 B رقم 3 سي 4 دي. اوكي بهالحال احنا نقدر نسيف شغلنا. شوف شلون قدرنا بهالطريقة نقدر نحتفظ طبعا بيظهر للمدرس اسم الطالب والصف بيكون موجود. اوكي وهني طبعا نقدر سيدا نستخدم البولت اللي هنين. اوكي فلاش هالامور هاي نقدر نستخدمها. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.